هنفضل نقول ايه الحلاوه دي لغايه لما يوم 1 ابريل ونشوف ال 50,000 متفرج ونعمل في عينينا كده، لان بقالنا كتير مش هنكون شفنا هذا العدد الكبير من جمهور النادي الاهلي اللي نتمناه. يا رب يا رب ان شاء الله، وانا متاكد مش بتمنى، انا متاكد ان شاء الله ان احنا هنلاقي جمهور بيشجع ناديه مش حاجه تانية. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كريم؟ كريم سعيد طبعا، اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. اعتقد سعداء بالقرارات اللي تم اتخاذها، ودائما النادي الاهلي كتف بكتف الحقيقه مع وزاره الداخليه في كل ما يخص امن الشارع المصري من ناحية رياضية طبعا. في البدايه كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه واستاذ المشاهدين بخير، رمضان كريم عليكم جميعا. طبعا اكيد تعودنا في النادي الاهلي ان النادي الاهلي لما بياخد قرار بيكون درسه من جميع الجوانب. يعني بالنسبه هنتكلم الاول على الشقين، الاول الجمهور وبعد كده الرابطه. الجمهور طبعا تحيه، شكرا طبعا او تحيه كبيره لوزاره الداخليه وجميع القيادات الامنيه بقياده السيد وزير الداخليه السيد اللواء محمود توفيق. يعني دور بصراحه محترم جدا جدا ان النادي الاهلي يلعب وسط 50,000 مشجع. دي حاجه انا شايف ان هي خطوه، ان كده خطوه للي جاي قدام ان شاء الله، ولازم ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون يعني ان شاء الله نكون بنشجع نلتزم، عشان ان شاء الله بعد كده نبقى 60 و70 و100,000 ان شاء الله، نرجع كمان زي زمان، لان ان شاء الله مصر مش اقل من اللي احنا بنشوفه من تونس والجزائر والمغرب. احنا يعني طول عمرنا احسن دوله في اليمن والعراق. طبعا يعني طول عمرنا احسن من احسن دوله عربيه وافريقيه. فبنشكر القيادات الامنيه وبنشكر وزاره الداخليه، وبرده تحيه كبيره لمجلس اداره الاهلي على دورهم في المطالبه بالعدد ده. ويعني بصراحه حاجه محترمه جدا، ونتمنى يعني احنا كنا دايما بنقول بص يا كابتن اسلام، يعني اهم حاجه في الكوره الجمهور. حقيقي الكوره ملهاش اي طعم من غير الجمهور، خاصه الفرقه اللي جماهير اللي هي عندها جماهير كبيره او جماهير عريضه، خاصه صح. فرقه زي النادي الاهلي لما بتلعب بالجماهير يبقى انت يعني ده العنصر رقم واحد اصلا في اللعبه. صح. بس كريم اعرف رايك برضو. طبعا اكيد يعني كلنا سعداء جدا 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 بموافقه الاجهزه الامنيه على طلب النادي الاهلي بهذا الكم الحضور. احنا بقالنا كتير جدا يا كابتن اسلام استادات، من ايام ما انا كنت بلعب استادات مصر ما شفناش فيها هذا العدد الكبير، وان شاء الله طبعا يكون له اثر كبير جدا باذن الله باذن الله على النتيجه. وكمان احنا كمان بنتفائل لما يكون عندنا مباراه مهمه في رمضان، يعني كلنا بصراحه يعني كلنا بنتفائل. واحلى حاجه بصراحه السيناريو ده شفته كتير قوي. يعني السيناريو ده بصراحه احنا كلنا شفناه. لا بص، لك ان تتخيل لحظه يا جماعه، لحظه ضياع ركله الجزاء النادي الهلال، انا والله يعني بخلاف اي شيء اللحظه دي شفتها كتير، يعني شفتها كتير قوي، ان انت بتحس خلاص الاهلي بره البطوله، خلاص الاهلي بيخرج ناقص ثانيه والاهلي الاهلي باي باي، وهو الدنيا بتتشقلب والدنيا بتعود لايد النادي الاهلي تماما. وهذا الكم طبعا يعني من الايه، من العصبيه ومن محاولات لشد المباراه لامور ثانيه وهنتكلم عليها، لكن طبعا لازم بصراحه يعني احنا سعداء بالسيناريو. انا على المستوى الشخصي انا سعيد ان انا بعيش السيناريوهات دي. سيناريوهات هي طبعا صعبه جدا في لحظتها، صعبه جدا جدا. تعرف انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ قبل ده اخر 10 دقائق نزلت اتمشيت في المدينه. ايوه بعيد خالص عن القناه. ليه؟ عشان ما اسمعش حتى هي ولا ولا اي حاجه. والله لا يا صيف فكره بايد انت حبا في يعني عشان بس ما حدش ياخدها على حاجه ثانيه، دي هي حبا في النادي. طبعا شوف جون سان داونز. طبعا لا 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 اعرف ناس كتير ما تقدرش تتفرج، زي ضربات ترجيح في لعيبه كوره كتيره جدا جدا. بقول لك مشيت على رجلي. ما يحبوش يبصوا تقريبا الباب بره، يعني مشوار. يعني هي الفكره طبعا ان السيناريو نفسه من ساعه جون سان داونز، يعني جون سان داونز دي 64 كلنا قلنا خلاص الموضوع بينتهي وبتاع، وهوب الفيلم الدرامي اللي احنا شفناه ده. ففي الاخر احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله يحضر 50,000 من محبي مشجعي النادي الاهلي، واعتقد كلنا هنروح بصراحه اليوم ده. انا اعتقد مع صعب جدا جدا جدا. لا انا رايح بصراحه، انا وثابت بيقول لي رايحين. انا بفكر بشكل جدي ان انا ان شاء الله رايحين. لا صعب احنا رايحين ان شاء الله، نشجع بقى نلبس بقى. رايحين. لا رايحين درجه ثالثه يعني. رايحين ان شاء الله باذن الله باذن الله رايحين. فطار وسحور. فطار مش مهم بقى، المهم يعني احنا عايزين برضه نوري اللعيبه. احنا يعني اذا كنا في بعض الاوقات
قصينا في بعض الكلمات في بعض التعبيرات لكن بصراحه النهارده كلنا كل الناس بعد مباراه سان داونز والهلال لما الامل رجع لنا ان احنا النهارده خلاص التاهل بقى بايدنا شغلنا كلنا كان دور قناه الاهلي الحقيقه في هذه الفتره كان دور مهم جدا 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 يعني الحمد لله والشكر لله ناس كتيره بتقول لي يعني احنا ايه كانت يعني ناس بتنتقد الكلام اللي احنا بنقوله لكن دلوقتي الحمد لله والشكر لله ناس كتيره جدا بتكلمني في التليفون تقول لي يعني الحمد لله ان احنا بنتكلم بهذا الشكل بننتقد وكل حاجه ولكن دايما بنبقى خايفين على كيان النادي الاهلي واسم النادي الاهلي ولانه انت ما بتشتغلش مع حد او عشان انت بتشتغل عشان كيان ما بتشتغلش يعني مع حضرتك بتتكلم ما انت بتنتقد او انت ما بتنتقدش كلنا بننتقد كلنا بننتقد بننتقد وكل حاجه ولكن بننتقد اداء ننتقد من اجل الاصلاح وليس من اجل الهدم في فرق بالظبط وممكن بعض الناس اكيد مليون في ما فيش اهلاويه عايزين يهدموا بس خلي بالك في ساعات في كلام يعني في موقف بيبقى زايد على اللزوم يعني معلش هو انت قلتها كلمه والحلقه اللي فاتت وكانت كلمه مهمه جدا جدا رد فعل المسؤول طبعا رد فعل الجمهور مختلف رد فعل الجمهور من حقه يعمل كل حاجه لكن رد فعل ما تطلبش المسؤول نفس رد فعلك صحيح طبعا وهو حتى نفسه هو اي حاجه جدا لا وعايز اقول حاجه الاسلام انت نفسك كمدير فني يعني النهارده مثلا انت مثلا اعلامي انت حديثك مع اللعيبه حاجه ولو انت مدربهم لا حاجه ثانيه لا حاجه ثانيه خالص انت فاهم قصدي لو انت في الشغلانه يعني فاللي اقصد احنا ان شاء الله باذن الله دلوقتي كلنا يجب ان نتكاتف على يعني قدم رجل واحد ونبقى على قلب رجل واحد وعلى قدم رجل واحد كلنا نروح الاستاد وكلنا عايزين كده لغايه ان شاء الله يوم 1 ابريل يعني خلاص يعني ايه اللي ذاكر ذاكر بكل امان اللي ذاكر ذاكر احنا انا في وجهه نظري المباراه مباراه معنويه ومباراه نفسيات وعجبني جدا لعيبه الاهلي مباراه القطن واضح ان احنا خلاص يعني دخلنا في المود بتاع الاعتذار بتاع الخمسه بتاع سان داونز كل مره هيبدا يشتغل وان شاء الله باذن الله باذن الله الفريق يؤكد صعوده يوم 1 ابريل باذن الله. كاس الرابطه قرار مجلس اداره النادي الاهلي بالاعتذار عن كاس رابطه الانديه. انا شايف القرار ده انا يعني عندي كده بعض النقاط اللي ممكن اتحدث فيها مهمه جدا في الموضوع اول نقطه هنتكلم يعني عشان بس في حصل جدل في خلال اليومين اللي فاتوا دول في اليومين اللي فاتوا في اول نقطه بقى بما في اول نقطه باللغه العربيه اول حاجه خلينا نقول ان النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي لما بياخد قرار القرار ده بيكون مدروس من جميع الجوانب طبعا وعشان كده احنا دايما بنكون ورا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي لان هم دايما بيكونوا دارسين وعندهم بعض الجوانب والامور اللي ممكن بعض الجماهير ما يكونش شايفها. نعم. دي اول نقطه. النقطه الثانيه خليني اقول لحضرتك ان شروط اي مسابقه عشان تتعمل لازم يكون فيها توافر العداله. وكاس الرابطه ما كانش فيها عداله لسببين. ايه السببين اللي ما فيهمش عداله؟ اول حاجه النادي الاهلي الفريق الوحيد في مصر اللي عنده 14 لاعب في المنتخبات الوطنيه، 14 لاعب، مين هم ال 14؟ سبعه مع المنتخب الاول اللي هو محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، كهربا، واربعه في المنتخب الاولمبي، حمزه علاء، محمد اشرف، رأفت خليل، احمد نبيل كوكا، وثلاث محترفين اجانب، علي معلول، ديانج، بيرسي تاو. اذا اللي هيطالع يقول اصل الاتحاد عنده سبع لعيبه، الاتحاد سبعه، انت بتقارن فرقه عندها سبعه بفرقه عندها 14 لاعب؟ دي اول حاجه. الاتحاد؟ الاتحاد السكندري عنده سبع لعيبه في المنتخبات. بعض الناس طلعت اتكلمت طب ما الاتحاد مش معنا، طب يا جماعه الاهلي عنده 14 لاعب. الحاجه الثانيه ده الضعف غير الاصابات، انت عندك اكرم توفيق وكريم فؤاد والناس دي. تعالى بقى ايه النقطه الثانيه اللي ما فيش عداله، قارن ما بين فيوتشر وبيراميدز هيلعبوا امتى؟ هيلعبوا في كاس الرابطه يوم 25 في القاهره، وماتش الكونفدراليه يوم 2 ابريل، يعني في راحه حوالي اكتر من اسبوع 8 ايام. النادي الاهلي كان هيلعب مع المصري يوم 27 فين؟ في برج العرب. بعدين يرجع يلعب يوم 1 ابريل مع الهلال في القاهره. فهل ده عدل؟ طيب دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، البعض قال لك طب ما تلعبوا بالناشئين، النادي الاهلي ليه ما بيلعبش بالناشئين؟ الناشئين اذا كان فرقه 2001 اصلا كلها طلعت اعارات، كل اللعيبه المميزه في 2001 طلعت اعارات. والحاجه الثانيه بيلعبوا فريق اول، النص الثاني مثلا المتالق بيلعب فريق اول اللي هم الاربعه الموجودين في المنتخب الاولمبي، حمزه علاء، محمد اشرف، رأفت خليل، احمد نبيل كوك.
هل انا احرق فرقه 2005 وفرقه 2006 واحطهم في حاجه زي كده؟ اكيد لا. يعني يعني هيبقى صعب جدا. عشان كده النادي الاهلي حتى كاتب في البيان ان هو مش فكر ان هو يلعب بالناشئين، ولكن لقى ان بعض اللعيبه تمت اعارتهم، قصده على حته فريق 2001. تعالى النقطه الرابعه، كولر نفسه رافض يلعب في البطوله. يعني كولر عايز اللعيبه تريح تريح، اصل هتاخد منك يا احمد. ما هو ما تزعلش مني في الاخر، انا كلاعب كوره هتاخد مني ان شاء الله لو هلعب ماتش ودي يوم 7 ويوم 7 يوم 27 وبعد كده تلعب يوم 1، فانت كانت هتبقى صعبه. ده الرؤيه الفنيه. النقطه اللي بعد كده برضو نقطه مهمه جدا لرابطه الانديه، عشان تعمل بطوله لازم يكون في لائحه للبطوله، لائحه منفصله. البعض قال لك اصل دي لائحه ودي لائحه، لا، هي اللائحه الموجوده لائحه بصفه عامه ومحطوط تحتيها جواها الرابطه والدوري، فهنا مفروض يكون في لائحه للدوري. النادي الاهلي كمان الحاجه الثالثه، تعالى بعد كده برضو العائد بتاع البطوله ايه؟ ليه مش قايل العائد دلوقتي؟ الرابطه عامله العائد، عامله البطوله عشان تاخد هي العائد؟ لا، لازم يبقى في عائد. دلوقتي في حقوق، بس في حقوق الانديه دي بتصرف مبالغ كبيره، في مدربين بالدولارات ولاعيبه وحاجات، لازم يبقى انت تقول لي ايه العائد للسنه الجايه عشان يقدر النادي الاهلي يلعب فيها. النقطه اللي بعد كده من وجهه نظري الاخيره والاهم بقى من ده كله، قارن بين موقف رابطه الانديه، مع احترامي الكامل ليهم، ناس كلها محترمه، ولكن لازم يا جماعه نقف جنب النادي الاهلي. النادي الاهلي يوم ماتش سان داونز ما رضيتوش تاجلوا مباراه الاهلي والمقاولين العرب، النهارده قد قبل مباراه الهلال ما رضيتوش تاجلوا مباراه المصري، طلع الخبر كده بتاع الهلال السوداني، النادي الهلال السوداني بيتاجل له مباراتين قبل النادي، قبل مواجهته مع النادي الاهلي باسبوع، ب10 ايام، ب10 ايام. فانت شوف الفارق، مباراه النهارده اتاجلت، مباراتين للهلال السوداني بيتاجلوا، بيتاجل الخبر ولا الاتحاد السوداني يوافق على تاجيل مباراتين للهلال قبل موقعه الاهلي في دوري الابطال. فانت النهارده قارن ما بين موقف الاتحاد السوداني وموقف رابطه الانديه المصريه. يعني انتوا ليه التعنت ده مع النادي الاهلي ليه؟ يعني انت يوم ماتش سان داونز، على فكره السبب الاساسي غير طبعا الاسباب الفنيه، بس السبب الاساسي لخساره سان داونز، مباراه سان داونز، ان احنا سافرنا لعبنا ماتش المقاولين، وان احنا سافرنا متاخر. سان داونز دي بعد كده عشان تلعبها لازم تسافر من بدري الف ب خلاص من اسبوع. ليه ما تقارنش ما بين اوروبا؟ اوروبا ده انت السفر ساعتين ثلاثه بالاوتوبيس واحد، لكن انت 8-9 ساعات. انا امبارح قلت يا احمد ايه برضو، عشان قلت فيه احنا كلاعيبه كوره يعني بيحصل ايه في ماتشات كده لما تعرف ان هي بتتلعب، بلد حلوه وجميله وكل حاجه، ولكن صعبه مناخيا. بمعنى اثيوبيا، كينيا، موزمبيق، في بلد هم خمسه طبعا. اثيوبيا في حته لوحدها، اثيوبيا قصه لوحدها لانها اعلى وكذا وكذا، كينيا بعدها بشويه، من ضمن البلاد اللي بتبقى صعبه مناخيا بريتوريا جنوب افريقيا، خلي بالك. صح. من اللي يعني انا من الناس اللي كنت دايما بحبش اروح العب، بس بتلعب هناك بس ما بحبش، لانه بتاخد من جهدك النص تقريبا. صح. اثيوبيا بياخد من جهدك 3 ارباع ويمكن 80-90%، لكن جنوب افريقيا بتاخد من جهدك النص 50%. صح. اللي هو الارتفاع. فالسؤال هنا ليه رابطه الانديه، انت خسرت ايه لما النادي الاهلي اعتذر؟ يعني انت استفدت ايه لما النادي الاهلي اعتذر عن البطوله؟ بالعكس، ده انت مفيش حد هيتابع البطوله لما النادي الاهلي يمشي منه. اصلا الناس بتتابع عشان وجود النادي الاهلي في البطوله، مع احترامي الكامل لكل الانديه، النادي الاهلي هو اكبر الانديه شعبيه في مصر اكيد يعني. فانت استفدت ايه؟ ليه رابطه الانديه دايما تتعنت مع النادي اللي ما فيش حاجه؟ يقول لك اصل اللائحه، لما اللي كان بقى يجننك، اصل اللائحه تقول لك لما النادي الاهلي يوصل دور الثمانيه بقى اجل له، اللي هي ما بين مباراه الذهاب والاياب، وانا هستنى لما الاهلي يخرج. ما الاهلي كان هيخرج من دور المجموعات بسبب التاجيل ده. هو ليه التعنت ده يا جدعان؟ وبرده مباراه الهلال نفس الكلام ده. كل القصة بالنسبة لي، حضرتك بتلعب مباراة يوم 25 اللي هي فيوتشر وبيراميدز بيلعبوا يوم 25 عشان هيلعبوا بعض يوم 2 ابريل. تيجي تلعب بالاهلي يوم 27 في برج العرب عشان يروح القاهرة، عشان يلعب يوم 1 ابريل، ساعتها كان 31 ساعتها كان 31 ساعتها كمان. 31 عشان يروح يلعب 31. صح. طب دي بقى يعني انا افكر فيها ازاي؟ صح. انا كمشجع اهلاوي افكر في الموضوع ده ازاي وفي هذه النقطه ازاي؟ اخد رايك برضو يا كريم في هذه النقطه. لو طبعا القرار مجلس اداره قرار سليم 100%، واحنا حتى تجربتنا السنه اللي فاتت في كاس الرابطه، ولما كان بيتسو موسيماني مدير فني للفريق والدفع بالناشئين، والفريق انهى مشواره مبكرا يعني. والفكره كمان يا كابتن اسلام، ان بكل امانه البطوله لو انا مستعد لها او عندي حتى
يعني سكواد على جنب كده انا ممكن العب بيه. اصلا في مشكله على الجهاز الفني، ما هو الجهاز الفني دول بني ادمين برضه محتاجين يشتغلوا، يعني محتاجين يشتغلوا ومحتاجين يشتغلوا ومحتاجين يركزوا في حاجه ثانيه. يعني انت النهارده ما تقول لهم عندكم ماتش في اسكندريه وهتسافر برج العرب، ما هو ده هياخد من جهده وهياخد من وقته. صحيح. ولازم يحضر، يعني مش انا اسف يعني هو مش هيروح هيقف من درجات وخلاص، لا. فهي الفكره فعلا ان الظروف السنه دي فعلا تجعل مشاركه النادي الاهلي في الرابطه مستحيله، خلاص الموضوع منتهي، ما نقدرش في مساحه. والراجل فعلا كولر عايز، الراجل لغايه دلوقتي هو عمال يشتكي مش عارف يعمل او يعلم اللعيبه اي جمل، ان هو بيقول لك انا ما عنديش وقت، انا كل اللي بعمله انا عمال اعمل استشفاء واستعداد لماتش، استشفاء واستعداد لماتش، ما عنديش وقت. حتى اللعيبه دلوقتي، حتى الوقت اللي موجود دلوقتي ما عندكش اللعيبه، نص اللعيبه بالظبط. فبالتالي انا اشوف ان القرار قرار سليم 100%، وكل التصريحات اللي خرجت من اعضاء الرابطه ان ما فيش البطوله دي تحضيريه للانديه، وبالتالي ما فيهاش اي عقوبات، ما فيهاش اي شيء، فخلاص. ودي يعني لغايه دلوقتي هي بطوله شرفيه، هم ربما عايزين يدوها اهميه بان هم لما يعملوا موضوع السوبر زي على شاكله السوبر الاسباني من اربع انديه، فيبقى بطل كاس الرابطه يروح يلعب في بطوله السوبر لما تتحول ان هي تتلعب ما بين اربع انديه مش ما بين بطل الدوري والكاس. حاجه لطيفه وظريفه، بس هي فعلا محتاجه يعني حاجات كتيره، محتاجه تحط لها فلوس، محتاجه تحط لها عوائد، بس محتاجه انديه تبقى عارفه ايه دورها، محتاجه حاجات كتيره تتنظم عشان نقدر نقول ان احنا قدام بطوله. او اوكي عايز تعمل حاجه زي انجلترا، عندك ثلاث بطولات دوري وكاس وكاس الدوري، اوكي، بس انت منظمه كاس الرابطه، كاس الرابطه اوكي، لازم حاجه منظمه، لازم حاجه ليها سيستم وليها شكل معين، عشان وكمان مواعيدها متحدده. أيوة. بشكل مريح للانديه وموضوع في الاعتبار الاجنده الافريقيه للانديه اللي بتلعب خارج مصر. عموما النهارده يوم حلو، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم رقميا عن النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، برضو عايزين نتكلم رقميا شويه عن النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي في دور المجموعات. يمكن الارقام هتبين مميزات النادي الاهلي، الايجابيات والسلبيات. يعني هنشوف الارقام كده في دور المجموعات مع النادي الاهلي، الارقام دي مقارنه بباقي الفرق الموجوده كلها في البطوله، يعني كل الفرق، كل الفرق، كل المجموعات. تصنيف أوكي. تصنيف النادي الاهلي ايه هيبين لك الارقام. اول حاجه النادي الاهلي ثالث اقوى خط هجوم، مسجل 11 هدف. اوكي. ثالث أكتر فريق صنع فرص محققة، 13 فرصة في كل المجموعات، في كل المجموعات. أوكي. في البطولة كلها. يعني تاني أكتر فريق أهدر فرص محققة. مين الأول في دي والنبي؟ الأول ثواني ماشي لما تجيبها خلاص. أوكي. تاني خامس، تاني أكتر فريق أهدر فرص محققة 8. خامس أكتر فريق استحوذ على الكورة 56%. تاني أكتر فريق عامل تمريرات صحيحة في البطولة كلها، عامل بيعمل 414 تمريرة في الماتش الواحد. تاني أكتر فريق عامل تمريرات طولية صحيحة في المباراة 31.4. رابع أكتر فريق عامل محاولات صحيحة 4.8. بص حضرتك الرقم لما يبقى أول أو تاني أو تالت يبقى الرقم ده مميز قوي، تحت التالت يبقى الرقم ده مش حلو صراحة. النادي الأهلي بقى دفاعيا مشكلته في الدفاع، سابع أكتر فريق حافظ على نظافة شباكه مرتين بس، مباراتين بس. طبعا في الأرقام الاستقبال الأهداف ترتيبنا تحت العشر، يعني من الأواخر. فأنت الأرقام الهجومية كويسة جدا، بدليل ان انت ثالث اقوى خط هجوم، ثالث اكتر فريق صنع فرص، خامس اكتر فريق مستحوذ، عندك فكره، عندك بتصنع فرص، بتستحوذ، بتروح على الجون، ولكن عندك مشكله في ان دايما الناحيه الدفاعيه، الناحيه الدفاعيه او فتح الجيم، بعض المشاكل في العمق الدفاعي، المساحات ورا الظاهرين، فتح الجيم، خاصه برضو مباراه سان داونز هي اللي قللت الارقام الدفاعيه عند النادي الاهلي. في حاجه ثانيه برضو مهمه جدا 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 للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، وهي محمود كهربا. محمود كهربا، مبروك على كهربا العوده للمنتخب مصر. كهربا اللي اجتهد كتير جدا في الفتره الاخيره وبيقدم واحد من افضل المستويات. تعالى اقول لحضرتك ارقام كهربا من ساعه ما رجع للنادي الاهلي، عامل ارقام مميزه. كهربا رجع، من ساعه ما رجع لعب 10 مشاركات، مساهم في 10 اهداف، مسجل 7 وصانع 3. اوكي. اعرض نعرض الاحصائيه كده، هتلاقي الدوري المصري لعب 3 مشاركات سجل 3 اهو. دوري ابطال افريقيا لعب 3 مشاركات جاب هاتريك. كاس العالم للانديه لعب 3 مشاركات صنع جون. كاس مصر لعب مشاركه واحده اللي هي قدام سموحه، جاب جون وصنع جونين. لما تجمعهم كلهم تلاقي كهربا مساهم في كام هدف؟ في 10
يعني مسجل 7 وصانع 3. يعني كهربا ما شاء الله الفعاليه الهجوميه بتاعته واحد من اهم اللعيبه في الفتره الاخيره للنادي الاهلي على مستوى التاثير في التسجيل وفي الصناعه. فمبروك على كهربا، واحد من مكاسب القايمه. ادي مثلا واحده من اهدافه في مباراه الزمالك في الدوري، دي كانت البدايه. مباراه سموحه كانت البدايه، دي كانت تاني مباراه بعد مباراه سموحه. بص كهربا هنا، كهربا مستو في التحرك، واحد من احسن المهاجمين اللي بتتحرك بتاخد في مساحه. هنا كهربا ارجع الجون الاول، بص هنا بيتحرك ما بين المساك والباك بشكل كويس. حمدي فتحي هنا الدور اللي كان مميز بيعمله وبيكمل جوه منطقه الجزاء كلاعب حر. هنا كهربا التوقع بتاعه والتحرك في المساحه وميزه ضربات الراس والفعاليه الهجوميه عند كهربا، ده الجون واحد من احلى الاجوان. برده في ماتش سموحه سجل اهداف وعام. هنا برده تعالى بص على الجون ده، هنا كهربا بص وهو التحرك في مساحه، ميزه كهربا ارجع هنا بص وقف العرضيه وان هو سرق المدافع ازاي وتحرك للكره في مساحه وضربات الراس. فهنا ميزه راس الحربه، وكهربا مع تقدمه في العمر اعتقد ان هو هيبقى في حته راس الحربه افضل من الجناح، لانه مش هيبقى مطلوب منه ادوار دفاعيه كتير في الارتداد الدفاعي، لكن هيبقى مطلوب منه طبعا في الضغط العالي، لان مارسيل كولر من مدرسه من المدربين اللي بتعمل مدرسه الضغط العالي والكاونتر بريسنج، بان انت عايز تستحوذ على الكره باكبر شكل. هنا بص بيشاور لحسين الشحات بيضحك على المدافع بيتحرك ما بين المساك والباك، سرقهم وقدر ان هو يحط من خلال ضربه راس جميله. فكهربا واحد من المكاسب الكبيره بصراحه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، خاصه الناس كانت تقعد تقول لك النادي الاهلي محتاج مهاجم محتاج مهاجم، ادي كهربا واحد من المهاجمين. يعني انا شايف ان المشكله مش مفيش مشكله، انا شايف ان السكواد بتاع النادي الاهلي بصراحه متابعيه الدوري ابطال افريقيا، انا شايف ان السكواد، والكلمه دي قلتها ساعه حتى قبل الخمسه وبعد ما خسرنا قلتها، قلت لحضرتك هنا ان النادي الاهلي عنده احسن سكواد. ممكن يكون عندنا محتاجين بديل لمعلول، دي الحته اللي ناقصه قوي، لكن كسكواد طبعا محمد اشرف ماشي بشكل كويس، لكن الخبرات الافريقيه لسه، لكن كسكواد بشوف النادي الاهلي ماشي بشكل كويس في حته السكواد. بس لو كهربا ما بداش بيبقى عندنا مشكله في المركز. لا عندك بيرسي تاو، عندك شريف، شريف كويس جدا هديك ارقام، ماشي كارقام أرقام. شريف كل ما بيلعب بيسجل، ما خليه حتى كنت ماشي كويس، ماشي نتكلم بقى يعني نتكلم صحه الاهلي. الحلقه اللي فاتت حدفنا كابتن اسلام ان كهربا فعلا منذ عودته للتشكيل الاساسي مش كبديل، ان هتلاقي لو جبنا ارقام كهربا لما بينزل كبديل مفيش اي تاثير، لا كهربا تاثيره لما بيبدا كاساسي. الجون بتاع اسوان والجونين بتوع القطن لازم الناس تشوف ان كهربا تحركه بظهره ده، دي حاجه فيه، دي حاجه لا تعلم. يعني لو جبنا جون موهبة حاجه، بص يا كابتن اسلام هي فيه موهبه، بيرجع بظهره بيسرق كده المدافع وبيهرب منه بطريقه ما بتخلوش واخد باله. عملها مرتين في القطن، مدافعين القطن طبعا 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 مع فرق المستوى، ما نتكلمش ان القطن طبعا عشان في ناس بتقول لك ايه انتوا بتتكلموا على القطن، طب ما انتوا مخصمين من صن داونز 5. لكن فكره مستوى مستوى اللاعب، مستوى اللعيبه يعني بالظبط، واللعيب نفسه كمان، فكره ان كهربا وجوده في بدايه المباراه بيدي شكل مختلف تماما لخط هجوم النادي الاهلي. ومن هنا احنا طلبنا بحته التشكيل تاني اهو، بصوا كده ستوب نستوب، بص هنا بالظبط كان كهربا جنب المدافع ولازق فيه، بدا يرجع بخطوات بظهره ويبدا يسحب نفسه يسحب نفسه ويشاور لحسين. لا بخلاف المشاوره حتى، بس كابتن اسلام هو راجع وعارف ان الكوره هتيجي في الحته دي، كده ملكه، دي ملكه عند اللاعب سبحانه. وطبعا اكيد كمان كهربا عنده التيك اوف كويس، فبيقدر ان هو ياخد الكرات العاليه. بس تحركه في الجون بتاع القطن كان جميل جدا، اللي شاف الجون ده ان هو اصلا ما تحسش ان كهربا ده كهربا اتحرك يعني وكانه عارف ان بيرسي تاو هيلعبها في الحته دي. فاحنا لازم طبعا نشيد بكهربا وطبعا وجهد زمايله كلها، لكن انا في وجهه نظر كابتن اسلام عايز اخد من الحته دي ان احنا اصبحنا في حاجه ماسه خلال الفتره الجايه مع دخول ان شاء الله باذن واحد احد شهر ابريل وتاهلنا باذن واحد احد لدور الثمانيه بعد ما نفوز على الهلال، ان احنا محتاجين نثبت التشكيل. ولكن انا بشوف يعني انا مش عايز اتكلم في كل هذه الامور ليه، لان انا بشوف ان انا عندي مباراه صعبه جدا. نعم طبعا جدا طبعا، انا مش من الناس اللي شايف ان هي مباراه يعني لا الفريق الهلال كويس، فريق الهلال فريق جيد طبعا، عندهم مدير فني، الواد مهاجم كويس قوي اللي عندهم، عندهم للوبو. مدير فني اضاع الكثير من الفرص، ولكن عندهم مدير فني خبير في افريقيا طبعا، خلي بالك، واقعي وواقعي جدا، بيتكلم كويس جدا، وعنده فريق هايل
يقدر يعمل معاك مباراه صعبه جدا جدا. كل مباريات النادي الاهلي يعني انا اتذكر ان احنا في القاهره النادي الاهلي بيخش معانا دايما كتير جدا في الفتره اللي احنا حتى كنت بلعب فيها في دوري المجموعات. الهلال ايوه 2-0 ماتش 2-0 لما فلافيو وسام كابتن حسني 10 دقايق فلافيو وسام حسني 2-0 2-0 ما انا بقول لك فلافيو وسام حسني جابوا جونين كانوا ماتش صعب جدا جدا جدا. فانا خلينا بس نتكلم الاول عن مباراه الهلال وبعدين نبقى لا احنا ان شاء الله باذن الله يبقى يعني اهم حاجه بس ان احنا ماتش الهلال اتمنى ان احنا نحافظ على التشكيل اللي اعتقد ده التوليفه الناجحه لينا في الفتره الاخيره. انا بشوف ان طبعا لازم يجب ان يكون هناك توليفه جيده في هذه المباراه. مجموعات اللي صعدت مين؟ سبع فرق من المجموعات السبع. نستعرض المجموعات معانا مجموعه اتفضل. لو نبدا طبعا اول مجموعه الوداد وشبيبه القبائل الاثنين متساويين خلاص هما الاثنين صعدوا بس لسه في مباراه ما بين الوداد وشبيبه القبائل. لو الوداد كسب هيتصدر هو المجموعه البطوله الماتش ده هيبقى في المغرب فطبعا الوداد بالاقرب هيتصدر المجموعه وشبيبه القبائل هيبقى الثاني. لو تعادلوا هتبقى برضو فرق المواجهات المباشره كان 0-0 في مباراه الذهاب او 1-0 لشبيبه القبائل في الذهاب لو تعادلوا هيبقى شبيبه القبائل طبعا. ماشي سان داونز الهلال الاهلي هنا وطبعا مجموعتنا النادي الاهلي طبعا محتاج زي ما قلنا يا اما يكسب 1-0 يا اما اي فوز بفارق هدفين اما 2-1 هتبقى في صالح الهلال. الهلال هيجي يلعب هنا على هدف ان هو يسجل هدف عشان يخلي النتيجه مثلا لو النادي اللي يصعب المهمه لو بقت 2-1 للاهلي يبقى الهلال يصعد. فالهلال هنا انا متاكد ان هو هيجي يلعب على هدف فلازم اهم حاجه ما يسكنش فينا اي هدف وان شاء الله نكسب بواحد او اكتر باذن الله في مباراه الهلال. المجموعة الثالثة الرجاء المغربي 13 نقطة خلاص الرجاء يعتبر صعد وسيمبا 9 الاثنين دول صعدوا خلاص هو سبع فرق صعدوا ولسه الوداد وشبيبة القبائل الرجاء سان داونز والرجاء وسيمبا دول لغاية دلوقتي من المجموعة. على فكرة المباراة دي كان فيها سيمبا كسبت حرية 7-0 وكان الحكم محمد عادل ما كانش فيها احتواء المباراة دي والله المفروض كان بعد الخامس كمل المجموعة اللي بعدها المجموعة الترجي مجموعة الزمالك دي مجموعة الترجي وشباب بولوسداد خلاص صعدوا رسميا في مباراة ما بين الترجي وشباب بولوسداد هتبقى في تونس لو الترجي برضو كسب هيتصدر المجموعة بأريحية هيبقى الترجي او تعادل. الوداد وشباب القبائل وسان داونز والرجاء وسيمبا والترجي وشباب بولوسداد ويتبقى ان شاء الله ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال في المباراة القادمة. الحقيقة سبع فرق كلها اقوى من بعض يعني دور 8 شمال افريقيا دور الثمانية بالظبط كله شمال افريقيا بس احنا نعدي الحته دي نعدي الخطوه الصعبه دي بس وبعد كده هتلاقي الدنيا مشيت سبع فرق ويتبقى مباراه الاهلي والهلال. طيب خلينا بقى ننتقل الى المنتخب الاول يا كريم وقائمه مصر مع فيتوريا ورايك في هذه القائمه. اعتقد يعني قائمه منطقيه جدا 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 واحنا خلاص احنا في السنوات الاخيره يا كابتن اسلام اعتقد ان احنا بين يعني الاعتماد الاكبر على المحترفين مع التطعيم طبعا بلاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي طبعا الزمالك. اكيد طبعا نادي الزمالك في الوقت الحالي بيمر بمرحله صعبه جدا وسيئه بصراحه مرحله سيئه جدا مع كمان يعني بيع عدد كبير من النجوم اللي كانوا شايلين الفريق خلال الثلاث واربع سنين اللي فاتوا وبالتالي هنبص على قائمه منتخب مصر مش هنلاقي فيها اصلا من نادي الزمالك ربما يعني سوى اثنين او ثلاث لعيبه فقط على اقصى تقدير لكن الاغلبيه كلها طبعا من النادي الاهلي والمحترفين النهارده هم اللي بقوا شايلين الفريق. طبعا منتخب مصر لازم تعرف ناس منتخب مصر احنا المجموعه يعني متعقربه الاربع كلها ثلاثات الاربع فرق عندهم ثلاث نقاط وبالتالي احنا انا في وجهه نظري مواجهتي ملاوي يجب ان هي على اقل حاجه ناخد اربع نقط ثلاث نقط على ارضنا واقصى تقدير ناخد نقطه من ملاوي. طبعا احنا عارفين المجموعه في الاخر بيصعد منها الاول والثاني ودايما تصفيات افريقيا بالنسبه لنا مش ازمه يعني في فرقتين بيصعدوا من اربعه فالموضوع سهل بس احنا طبعا اكيد مهم جدا الاربع فرق دلوقتي عندها ثلاثه خلي بالك فالاربع أيوة منتخبات طبعًا يعني طبعًا عندهم ثلاث نقاط وبالتالي وفكره كمان ان الماتش الاولاني من الماتشين على ارضك انت يعني الماتش اللي هو المفروض الاسهل فانت عايز بقى يعني تبين ان انت مستواك كويس وان كمان الجهاز الفني اشتغل كويس وعرف ازاي كمان يعني يعمل توليفه للمجموعه الحاليه اللي معاه. وبصراحه سكواد منتخب مصر بصراحه سكواد قوي جدا سكواد قوي جدا 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 على جميع الخطوط فنتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله ان احنا نخرج من حزب بيرما اللي احنا دايما بنخش فيها دي ونحسم باذن الله. المنتخب الاولمبي بقى المنتخب الاولمبي اعتقد ان المنتخب الاولمبي يعني
الاستعداد بتاعه ما كانش حلو برضو. انا شايف كده الاستعداد بتاعه بيقلقني. انا خايف ان المنتخب اللون بيروح زي 2003 و2006 بصراحه. لان انت ما اعرفش يعني هم جايبين منتخب السودان من غير المحليين بيلعبوا بيه نفس الفكره برضو اللي عملوها في مباراه 2003. انا شايف ان اتحاد الكره بصراحه ما اتعلمش الدرس لغايه دلوقتي. البصمه الوحيده للمدرب بتاع المنتخب الاولمبي هي الضربات الثابته. ما بيعمل الضربات الثابته بشكل كويس، دي الحاجه الوحيده. في واحده اتعملت زي بتاعت كابتن جوهري اللي هي اللي بتتعمل بالعرض عملها بالعرض بس حطها عمر فايت حطها فوق العرض. بس انا مش شايف، هو فجاه لاعب كان بيلعب 4-3-3 الماتش الاخير فجاه لاعب بثلاثه ورا، يعني كان محمد مغربي وجهاد وعمر فايت. فجاه غير طريقه اللعب. الحاجه الثانيه انا شايف المنتخب الاولمبي ما فيهوش راس حربه. هي مشكله مصر اصلا ما فيش راس حربه، بس المنتخب الاولمبي ودي مشكله، انت عمال بتوصل للجون كتير وما فيش حد بيترجم الاهداف دي. الحاجات اللي بعد كده مفيش اعداد كويس. انت هتلاعب زامبيا وبرده المباراه زامبيا دي من ابطال افريقيا. زامبيا ماشيه كويس بس هي طبعا احنا المفروض ان احنا اعلى منها بكتير، يعني زامبيا كده احنا اعلى منها عندهم 9 محترفين. بس احنا المفروض الاعداد كبيره. الاعداد المباراه الاياب برده هتبقى في رمضان الساعه 6. في رمضان ايه ده؟ ده ماتش 22 وماتش 26. يعني في الفتره، يعني الفتره الجايه كنت بطالب ان الوزير اشرف صبحي ان هو يجيب طياره خاصه، والحمد لله الذهاب يوم الاربعاء. بالظبط على طول الذهاب يوم الاربعاء والاياب هيبقى في رمضان يوم، فاللعيبه هتبقى صايمه برده، فدي برده هتزود من صعوبه المهمه. عايز اتكلم برده في المنتخب الاول في التشكيل المتوقع الاقرب لروي فيتوريا من وجهه نظري. محمد الشناوي هو بيلعب 4-3-3. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد عبد المنعم واحمد حجازي اثنين مساكين، محمد هاني باك رايت، محتار انا ما بين الباك ليفت محمد حمدي ولا احمد فتوح. هو بيلعب بمحمد حمدي. لا غالبا احمد فتوح، انا وجهه نظري يعني. الثلاثه اللي في وسط الملعب طارق حامد، هو في بالنسبه لفيتوريا طارق حامد وامام عاشور الاثنين ثابتين. الثالث بتاعهم يا محمود حماده لان هو بيلعب دايما محمود حماده، يا مروان عطيه بعد تالقه مع النادي الاهلي. وممكن محمود حماده مش هيدفع، وممكن برده حمدي فتحي، يعني حمدي فتحي بس هو بيحب مروان محمود حماد. الثلاثه اللي قدام مفيش خلاف عليهم، عمر مرموش، محمد صلاح ومصطفى محمد، وان شاء الله يدخل معاهم احمد عبد القادر ناحيه الشمال وزيزو برضو يأدي بشكل كويس ان شاء الله. اخيرا برضو لو عايزين نتكلم عنها فيما يخص حكم مباراه النصر ومنتخب السويس. طبعا اللقطه كانت لقطه غريبه بصراحه. وطبعا عارف ان في ناس قالت لي عادي، بالعكس ده الراجل عايز يعني عايز يتاكد والله العظيم هو واخد من الباقه بتاعته والله عايز اقول نفسه يا عيني. في ناس قالت لي بجد كده والله العظيم، في ناس يعني قالت لي ابتسم بالعكس ما نتاكد بقى يبقى احسن يبقى افضل. مفيش كده في الدنيا يعني ومداري كوميديا الناس عشان تكون فاهمه. ومباراه النصر ومنتخب السويس فكان في جون للنادي النصر، الجون ده كان لمسه على ملعب يد. على ملعب منتخب السويس وكان جون لمسه يد، فالحكم حسب جون ما شافش لمسه اليد، فالمباراة وقفت حوالي 30 دقيقة أو 25 دقيقة بالظبط. ففي واحد من اللي قاعدين بره قال له خد شوف، قال له خد شوف اللعبة يا عم لمسة يد، تعالى بس بص. فراح استخبى اهو وبص في الموبايل. المشكلة الكبرى كمان إن في تقرير الحكم ما كتبش، كتب إن أنا خرجت رحت شفت، بس أنا كنت حاسب من الأول إن هي لمسة يد. فأنت اتحاد الكورة برضو أنت هنا بتحسب إزاي على تقرير الحكم إذا كان هو الحكم اللي غلطان؟ الحكم نفسه هو اللي غلطان، مش هيغلط نفسه. هو اتوقف يعني، هو في الاخر طبعا طبيعي جدا الحكم يتوقف، بس هي فكره بس الوقف ده كريم للتهدئه مش طبعًا. معلش دي كارثه، انت ما توقفش بس عشان تهدي الراي العام وخلاص، لا انت لازم يكون في حساب. انت لجنه الحكام احنا مش هنفضل عايشين يا جماعه، احنا عشان الاهلي بيكسب اكبر حساب هو ايقاف الايقاف مفروض الايقاف الحكم طبعا. انت ايه ده، هو في مباراه من غير فار تعمل لي فار بالموبايل؟ خلي بالك نقطه مهمه جدا والله. بعدين والله في ناس قالت لي بالعكس ده هو كان رايح يتاكد. الناس هتبدا يعني الفتره بتاعه كلاتنبرج بحلوها ومرها، يعني طبيعي ان احنا اي فتره تاليه ليها هنقارن بفتره كلاتنبرج. بصراحه كلاتنبرج كان بدا يحط ايده على مشاكل كتيره، وبدا انا يضرب مفك كبير قوي في التحزب اللي داخل الحكام. صحيح. وبدا فعلا يحط سيستم، وبدانا نشوف نتائج عمليه. نتمنى ان ده يحصل بقى مع بريرا. وحسب يعني حسب ما كنت بتكلم بصراحه مع زميلنا محمد سعيد، واكد لي ان بريرا اتكلم فعلا مع كلاتنبرج، ان هو كل التقارير اللي جات له ما عجبتوش، وهو مش حاسس ان هو بياخد معلومه دقيقه. صحيح. فاحنا نتمنى ان ملف التحكيم يبقى افضل، ولاي حد كل امانه اي حد
كان بيقول اصل انتوا عمالين تنادوا بالاجنبي وبتاع. يكفي هذا المشهد المضحك المبكي الكوميديا السوداء اللي احنا فيها ان احنا في سنه 2023 الحكم مستخبي على جنب. انا افتكرت والله بيصلي والله انا افتكرته بيعدل التوقع بتاعه بتاع الماتش. يمكن بيلعب هو برده من الناس اللي بتتوقع الماتشات بفلوس والكلام ده, يمكن كان راح يعني يعدل التوقع عشان ياخد قرشين زياده ولا حاجه. ده تقريبا طلع في الاخر بيشوف الفار في موبايل. حاجه صعبه جدا. الصحف الاوروبيه خدتها خدتها للاسف الشديد. لكن في النهايه انا بشكركم جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كريم على وجودكم معانا, وكل سنه وانتم دايما طيبين. الحقيقه يوم حلو جدا النهارده مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره. انا بشكر الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي وكل القائمين على عوده الجمهور النادي الاهلي بهذا العدد الكبير, 50,000 متفرج يكونوا في استاد القاهره. فشكرا جزيلا لكل من حاول في هذا الامر, والشكر الاكبر الحقيقه للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه الحقيقه, وكل القيادات الامنيه اللي موجوده الحقيقه, اللي كان لهم دور كبير جدا جدا ان شاء الله ان شاء الله في عوده الجمهور يوم 1 ابريل في مباراه الاهلي والهلال في استاد القاهره. عايز اقول لحضراتكم نظامنا ايه خلال الفتره اللي جايه. بكره ان شاء الله هنكون اجازه من البيت الكبير. البيت الكبير هيتوقف لمده شهر بعد رمضان ان شاء الله وبعد العيد. كل سنه وحضراتكم دايما طيبين. هنرجع بقى بكل برامج قناه النادي الاهلي مره اخرى, ولكن من يوم الخميس ان شاء الله هنبدا برنامج الاهلي في رمضان كل يوم ساعتين مع حضراتكم بالليل. طبعا هيكون معانا المباريات الساعتين اللي قبل المباراه والساعتين اللي بعد المباراه من خلال استوديو قناه النادي الاهلي, طبعا هيبقى موجود معانا كالعاده. ولكن انا بتكلم على البرامج الحواريه, هتكون بدايه من يوم الخميس القادم ان شاء الله ساعتين كل يوم من الساعه 10 للساعه 12 يوميا. هنكون مع حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. كل مذيعي او معظم مذيعي قناه النادي الاهلي هيكونوا على شاشتها خلال الفتره القادمه. عموما كل سنة وكل جمهور النادي الأهلي بخير, وكل سنة وكل المصريين بألف خير, وكل سنة وكل أمهات مصر دايما بيبقوا بخير. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, وإن شاء الله أشوف حضراتكم على خير خلال الفترة القادمة. أشكركم وكل سنة وحضراتكم طيبين.